تواصل المسؤول مع المواطنين له من الأهمية التي تنعكس على حياته الخدمية والاقتصادية بشكل إيجابي، وهذا ما عمل محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل على القيام به باستمرار من خلال تجواله الميداني في أقضية ونواحي المحافظة للوقوف على المشاكل بشكل مباشر وإيجاد الحلول لها بما يخدم الأهالي ويرفع المعاناة عنهم. الزميل أحمد صلاح الدين كان هناك ووفنا بهذا التقرير. إن للزيارات والجولات الميدانية أهميتها في معالجة الكثير من القضايا التي تهم المواطنين بشكل عام، فهذه الزيارات هي طريقة لمتابعة العمل على أرض الواقع دون تأخير أو تحريف، وتهدف إلى الاتصال المباشر مع المرؤوسين أو المراجعين وتلمس احتياجاتهم والحصول على المعلومات للتقييم الواقع الفعلي للأداء بين الحين والآخر لتحقيق الأهداف المأمولة منها وتطوير الأداء للأفضل وسبل تطوير الأساليب المتبعة في المؤسسة أو الهيئة التابعة للمسؤول، والوقوف على المشاكل بغية حلها واستمرار مسيرة العمل في المؤسسة المعينة على أكمل وجه. وهذه واحدة من صفات المسؤول الناجح التي يجب أن يتمتع بها عندما يكون على تماس مباشر مع المواطن لتلبية متطلبات الفرد والمجتمع، إذ إن الجولات الميدانية تستهدف بالأساس إلى إحداث التغييرات والتطورات، وهي تلبي احتياجات الموظفين والمواطنين على حد سواء بالوصول إلى مستوى متميز من النوعية والجودة في العمل. وهذا ما ارتكز عليه محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر منذ تسلمه المنصب بإجراء جولات ميدانية ومستمرة ليل مع نهار في أغضية ونواحي المحافظة للوقوف على أبرز احتياجات المواطن والاستماع إلى معاناتهم وتذليلها خدمة للصالح العام، آخرها إشرافه المباشر على مراسيم الزيارة الأربعينية وتوجيهه بتهيئة المستلزمات الضرورية منها الخدمية والصحية وكل ما من شأنه خدمة الزائرين وتوفير أجواء تساعدهم على إتمام الزيارة بيسر وأمان. المواطنون من جانبهم ثمنوا هذه الجولات المستمرة لما لها من دلالة وحرص على حياة المواطن، لأن المسؤول يجب أن يكون دائما قريبا من الناس بهدف خدمتهم وللارتقاء بمستوى معيشتهم.